الكحه في الصدر اغلب مشاكل الصدر ياك. الوصفه اللي غنعطيها فعاله ممتازه 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 لواحد الدرجه ما تصورش، غنعطيها كامله ياك على بركه الله. تفضل. اول حاجه البروبوليس. البروبوليس مضاد حيوي فتاك بالجراثيم، اون ميم طون ضد الالتهابات اونتي انفلاماتوار، اون ميم طون ضد الفيروس، ضد الفيروس، ضد الميكروب، ضد الالتهاب، وضد السرطان، الخليه السرطانيه. هذا من العسل، من لاريوش ياك. راه هو اللي تستعمل دهنو الفرعون قربها، سي ان كونسيرفاتور، 4000 5000 عام ما يخلز ما والو ياك. أو نفس المقدار من العقاقير اللي غنذكر، قلنا البروبوليس، توتالور جبدنا الزعتر، فارماكوبي عربو مسلمان تراديسيونيل، الوغ عندنا البروبوليس والزعتر، المغاربة حنا تنداوو بمريوت. التداوى بالاعشاب الطبيه المغربيه والمعرفه الشعبيه رقم واحد لينا من الريوت، فيها العجب والعجاب. الرحمه الماري بلون، كاين الماري بلون والماري بنوار. الماري بلون هو اللي فيه ريحه، الماري بنوار ما فيهش ريحه، فعاله، فيها بزاف 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 ديال الدواء من الريوت. طيب من الريوت كيفاش يستعملوه؟ بلاتي نكمل الوصفه قال لك. عندنا قلنا البروبوليس، قلنا الزعتر، قلنا من الريوت، لا فارماكو بي اوكسيدونتال لا مارجولين، مرد الدوش، لا فارماكوبي اوستراليان لوكاليبتوس. احنا عندنا اربعه ديجا، والبروبوليس هي خمسه. الدنيا كلها اتفقت خزامه هي رقم سته ياك. اون بوزوان دان برونكو ديلاتاتور اللي يحل لنا الشعب ويخلي الاكسجين يدخل لنا الريه، سي لا ميفيزناغا اللي هو البشنيخه. اذا عندنا دابا سته العقاقير ياك، نفس المقدار من العقاقير المذكورة على شكل مسحوق، يؤكل مقدار واحد ملعقة صغيرة قبل الأكل والنوم، فعالين فعالين مجربين ممتازين. هذه الأولانية نقدر نزيد نحملها ونهز هذه الوصفة. دونك لا بغيت ياك بلارجمون سوفيزونت، هذا للناس العاديين ذو الاختصاص، راه نزيدهم عطا الله ما نزيد. راه الله عطيت في النهار عرفتي عليا في رمضان، عطيت الوصفة هذه كاملة ياك في الإذاعة. دونك هذه فيها الكفاية، لارجمون سوفيزون فيها الكفايه المشاكل ديال الرئويه. انا تنفضل دائما واحد الوصفه مذكوره في القران اللي هي الرحمه، التين والزيتون ياك. ثم راها مجربه، انا تنداوي نفسي ونشافي نفسي غير بالثوم نيء خضر ياك. الا خديت الثومه وخديت زيتونه ولحتها ديريكت في فمي وندغتها ما نحش بالحرفه ديالها وكل شيء. الثوم هو احسن واحد ممكن لكم، لا للحلق ولا للصدر ومشاكل الرئويه وكل شيء وقصور التنفسي والبولغوم وكل شيء. كيف قلت لك افون غير شميت القطران ديك التنخيمه وداك الشيء تحبسات به فيه، دونك كاين شي حوايج. اذا الوصفه ديال الصدر او مشاكل الصدر قلنا فيها البروبوليس، قلنا فيها الزعتر، قلنا فيها خزامه، قلنا لوكاليبتوس، قلنا البشنيخه، قلنا مريوت. هاد العقاقير كلهم نفس المقدار على شكل مسحوق، واحد من العقاقير قبل الاكل والنوم.